بشرى لجبد والقبول إلى المولى بواسطة الرسول دعا داعين إذا يأتي فاستجابتم وبادرتم إلى البدل الجزيل لكم بشرى لجبد والقبول من المولى بواسطة الرسول داعي إلى يدي فاستجبتم وبادرتم إلى البدل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوعس فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فسادت بكم شرفت تضاعف بالنظم يقم بشرى إجابة والقبول من المولى بواكر خطير رسول دادين إناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل قال يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا ناس لطاها والبدول سألت الله أن يغرمكم جميعا وكل العابدين بكل لصول بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دائل إناية فاستجبتم وما دارتم إلا الفضل الجزيل ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا ناس لطاها والبطول أقلكم في منازلنا فسادت بكم شاهدها فالهوى البطول لكم بشرى إجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دادين إناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا ناس لطاها والبطول سألكم الله يكرمكم جميعا ويوهينا بكل
بكل صانيكم بشرى إجابة والقبول من المواب واسع خطير رسولي دعاني من آيات فاستجبت وبادرتم إلى الفضل الكبير. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله ومن ذلك به هذه الدرة المقنونة.